الرئيس السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة. وزير الدفاع يلتقي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض التهديدات التي قد تواجه الأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة. الداخلية السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد. نشرة الأخبار من قناة النيل، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية ولتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية. وقد تم في هذا الصدد استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وتم استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة. وخلال اللقاء وجه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة استعرض خلالها التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وجهود القوات المسلحة في مجابهة كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حاليا الدولة المصرية. بدوره ألقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر واستقرارها. تستضيف مصر غدا الاثنين وحتى 2 ديسمبر المقبل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أيدكس 2021 في دورته الثانية، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وكانت القوات المسلحة قد نظمت أمس مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمعرض الذي يقام بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. شارك في المؤتمر وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات وتوماس جونت رئيس شركة
AWE بمنطقة الشرق الأوسط. التقى وزير الخارجية سامح شكري وكيلة الأمن العام المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دكتورة سيمة، وذلك في إطار زيارتها لمصر والتي تتزامن مع إطلاق حملة 16 يوما لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة تحت شعار كوني. وأكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات ولمكافحة كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضدها. أعلنت وزارة الصحة خروج 531 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 295,434 حالة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة 68 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 355,767 حالة إصابة و 20,305 حالة وفاة. قالت السعودية إنها ستسمح بالقدوم المباشر إليها من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا داخل المملكة اعتبارا من السبت القادم، وذلك بعد يوم واحد من تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول إفريقية بسبب السلالة الجديدة أو أوميكرون من فيروس كورونا. وأضافت الداخلية أن الأشخاص القادمين سيخضعون لحجر صحي لمدة 3 أيام. وأوقفت المملكة العربية السعودية الجمعة الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإستوني بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة أوميكرون. أعلنت كل من أستراليا وألمانيا وإيطاليا اكتشاف إصابات لدى المسافرين القادمين إليها من جنوب إفريقيا بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون. ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم إلى 261,787,000 حالة للإصابات وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. كما ارتفع إجمالي الوفيات العالمية إلى 5,195,000 حالة. وأشارت هوبكنز إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية، تلتها البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات. كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إجراءات جديدة لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون، وأكد أن جميع الوافدين للمملكة المتحدة سيخضعون للفحص. رصدت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا إصابات بالسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوات جديدة لاحتواء الفيروس. الإجراءات تضمنت قواعد اختبار أشد صرامة لمن يصل إلى البلاد. نعتزم تعزيز حملة الجرعات التنشيطية. نخطط بالفعل لمنح 6 ملايين جرعة في إنجلترا وحدها خلال الأسابيع 3 المقبلة، وطلبت النظر في إعطاء الجرعات التنشيطية لأكبر مجموعة ممكنة وتقليل الفارق الزمني بين الجرعتين الثانية والتنشيطية. وأثار اكتشاف هذه السلالة قلقا عالميا وموجة من حظر السفر وفرض قيود من جديد. هناك العديد من الأمور التي لا يمكننا معرفتها في هذه المرحلة المبكرة. يبدو أن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة كبيرة ويمكن أن تنتشر بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين.
وكشف وزير الصحة البريطاني عن رصد إصابتين بالسلالة الجديدة مرتبطتين بالسفر لجنوب إفريقيا. الشيء الوحيد الذي أود قوله للجميع إننا نريد أن يتمتع الجميع بالحماية، وإذا فكر أي شخص ماذا بإمكانه أن يفعل أنصحه بأن يحصل على اللقاح. وفي هولندا قالت السلطات الصحية إن 61 شخصا وصلوا من جنوب إفريقيا تأكد إصابتهم بكورونا، ومن المرجح أن تكون بعض الحالات مصابة بسلالة أوميكرون. وأعلنت وزارة الصحة في بافاريا الألمانية رصد حالتي إصابة بالسلالة الجديدة أوميكرون. وفي إيطاليا تم رصد حالة إصابة بالسلالة الجديدة قادمة من موزمبيق. وفي التشيك قالت السلطات إنها تفحص حالة يشتبه إصابتها بالسلالة الجديدة لشخص قضى بعض الوقت في ناميبيا. واكتشفت السلالة لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم ظهرت حالات في بلجيكا وبوتسوانا وهونغ كونغ. وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة أوميكرون باعتبارها مثيرة للقلق، وهي أكثر نشرا للعدوى على الأرجح من السلالات السابقة للفيروس. أعلن رئيس الوزراء البلجيكي تجديد الإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ليبلغ نحو 25 ألف إصابة يوميا. وتضمنت الإجراءات إغلاق الملاهي الليلية وفرض قيود على المطاعم. وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تعلن فيها بلجيكا تجديد الإجراءات. وتعد بلجيكا هي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق قرار وقف الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا المثير للقلق. في العاصمة الكرواتية زغرب خرج المئات من السكان احتجاجا على سياسات الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا. على سياسات الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا، المحتجون حملوا شموع وبالونات بيضاء وصاروا نحو مقر الحكومة، لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم من الوصول إلى المبنى. أتينا من جزيرة براك دعما لهذا الحدث كي نتمكن من مواصلة التحرك بحرية كل يوم ونواصل الاقتناع بما نفعل. التشكك في مدى ضراوة فيروس كورونا وسلالاته المتحورة منتشر بشكل كبير في كرواتيا، والمحللون ينحون باللائمة في ذلك على مجموعة من العوامل، منها انتشار المعلومات المضللة والمكذوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك البيانات التي تصدرها الجماعات الشعبوية والمناهضة لمؤسسات الدولة، وكذا اليمين المتطرف. كل القيود التي تفرض ليست صحيحة، وكلما زادت القيود التي تفرضها الحكومة تزداد الأمور سوءا، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالصحة بل بالسياسات. ووسط تزايد الحال في أعداد الإصابات بكوفيد-19 والذي شهدت خلاله البلاد تسجيل أعداد إصابات يومية ضخمة وضغوطا حادة على النظام الصحي، أصدرت الحكومة توجيهات بضرورة تلقي اللقاح، واشترطت على العاملين بالقطاع الحكومي وكل مستخدمي الخدمات الحكومية والعامة إظهار شهادات تثبت تلقيهم اللقاح، في خطوة اعترضت عليها اتحادات العمال والنقابات المهنية قانونا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استشهاد عدد من منسوبيها خلال صد هجوم واعتداء للجيش والميليشيات الإثيوبية. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى شرق السودان في منطقة بركة نورين تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان. وأضافت أن قواتها تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات المحلية الجزائرية لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية، وذلك بعد الانتهاء من عملية الإدلاء بالأصوات. تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات المحلية الجزائرية لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن هدف الانتخابات هو الوصول إلى مؤسسات شرعية، وهو ما وصل إليه الجزائريون. نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا أن المؤسسة القاعدية الانستيتيشن دو باز دو ليتا سي لا كومين، ومن بعد لا ولاية الكوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لأن مثل ما قلت صلاحيات تطلب إمكانيات، والإمكانيات ما هيش موجودة عندهم، الإمكانيات تقريبا كلها ممركزة. من جانبه قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت عند غلق مكاتب الاقتراع نحو 36% في انتخابات المجالس البلدية، وحوالي 34.5% على صعيد مجالس الولايات. وأضاف أن النتائج العامة لكل حزب لن تعلن قبل عدة أيام، ويتنافس المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية. وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115,230 مرشحا بمعدل 4 مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18,910 أشخاص، أي 8 مرشحين عن كل مقعد. وتعد هذه ثالث انتخابات تنظم في عهد تبون، الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. أصيب عدد من الأشخاص بينهما طفل وصحفيان في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في حوادث اندلعت بعد تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بما وصفوه عجز السلطة عن مواجهة العنف الذي يجتاح البلاد. وحدثت هذه الإصابات خلال إطلاق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نصبوا الحواجز وأقدموا على تخريب جزء من إدارة الأحوال المدنية بعد محاولتهم إحراق مبنى بلدية مدينة وجدو. قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي إنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا الاثنين كذريعة لتسريع برنامجها النووي. وقال مالي إنه إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها فلن ينجح ذلك، وستفعل الولايات المتحدة وشركاؤها كل ما لديهم لعدم حدوث ذلك. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، حيث تم توقيف عشرات الأشخاص خلال التظاهرات. كانت الشرطة الإيرانية قد أعلنت توقيف ما يقرب من 70 شخصا إثر احتجاجات تخللتها أعمال عنف على خلفية جفاف نهر في أصفهان. لم تكن لقمة العيش هي السبب، إنما قطرة الماء التي دفعت سكان أصفهان ثالث أكبر المدن الإيرانية إلى الاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعاني منه المدينة منذ سنوات، أصبح خلالها نهر زاين دارود أثرا بعد عين منذ نحو 20 عاما. دخلت احتجاجات أصفهان أسبوعها الثالث بمشاركة ما يقرب من 40,000 مزارع. ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين اتهموا السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضا نقصا شديدا في المياه. حصيلة الاشتباكات أسفرت عن احتجاز قوات الأمن الإيرانية عددا كبيرا من المحتجين اتهمتهم الشرطة بارتكاب أعمال عنف. وفي محاولة لتهدئة الموقف اتفقت السلطات مع المزارعين في أصفهان على توزيع 50 مليون متر مكعب من المياه. بات الجفاف أزمة مزمنة في إيران أثقلت كاهل الإيرانيين الرازخين أساسا لتداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد بسبب خلافها مع القوى الغربية حول البرنامج النووي الإيراني. وزادت التغيرات المناخية الضارة أزمة الجفاف في إيران شدة مع ارتفاع درجات الحرارة فيما يعرف بظاهرة الاحترار العالمي. احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة البيروفية ليما للمطالبة بإقالة الرئيس بيدرو كاستيو.
وفي غضون ذلك قال كاستيو إن إدارته تواجه فسادا قابعا في البلاد منذ فترة الحكم السابقة، مضيفا أن هذه التظاهرات ستدعم مرتكب الجرائم في بيرو. وتأتي هذه التظاهرات بعد أن عثر على 20,000 دولار أمريكي في أحد مكاتب القصر الرئاسي، وقدم نواب في البرلمان طلبا بعزل الرئيس بعد تلقيهم تأييدا كافيا لبدء نزاع قانوني ضد إدارة كاستيو. تظاهر الآلاف من أفراد الشرطة الإسبانية ضد خطة لإصلاح قانون أمني يحظر استخدام صور لقوات الشرطة من دون إذن في حال كان الأمر يعرضهم للخطر. نحو مقر وزارة الداخلية الإسبانية بالعاصمة مدريد سار الآلاف من عناصر الشرطة للاحتجاج على خطة إصلاح قانون يعرف بقانون أمن المواطن الذي يرى فيه المتظاهرون أنه يعرضهم للخطر. المتظاهرون يرون أن الإصلاحات المقدمة من شأنها أن ترفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة بشكل عملي على وقف الاحتجاجات العنيفة بحسب قولهم. القانون يثير الشكوك حول العمل بشأن المسائل الفنية والأمن بالنسبة لنا، لكن التأثير الأكبر سيكون على المواطنين. القانون المثير للجدل أقر عام 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشف، ويهدف الإصلاح لتطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة هو شرط غير دستوري نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى الرقابة المسبقة، كما تقترح الإصلاحات تغييرات معدلات السيطرة على أعمال الشغب عبر استخدام الوسائل الأقل ضررا. وبموجب القانون الحالي يعد استخدام صور عناصر الشرطة بشكل قد يعرض سلامتهم إلى الخطر بلا إذن جريمة خطيرة تعاقب بالغرامة المالية. عودة للشأن المحلي، حيث تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لدعم مرضى السرطان الذي انطلق من مصر إلى 14 دولة حول العالم ويستهدف أكثر من 2 مليون شخص ممن يعانون من هذا المرض. تحت شعار شرارة أمل يمكن تغيير أي شيء، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لدعم مرضى السرطان والتي أسسها البطل الرياضي أنور الكموني بطل مصر في التنس وقاهر هذا المرض اللعين. أنا أول رياضي في العالم يرجع تصنيف عالمي بعد زرع النخاع العظمي، وبعد اختياري في الكونجرس القصة دي فبدأت أفكر إيه اللي ممكن أعمله يساعد الناس، فلقيت نفسي في الآخر محتاج ان انا اعمل حاجه كتير بشريه. فكرت في حمله الامل العالميه، ايه اللي ممكن يغير حياه الناس ويديهم الامل، ايه اللي خليني ارجع تاني التصنيف العالمي كان هو الامل. لما كنت بدور على الانترنت هل في حد عمل كده، ما لقيتش حد عمل كده خالص غير فالامل اللي خليني ارجع اعمل كده تاني. اثبت بتجربته المفروض كلنا ناخدها مثال لينا ان هو قادر على تغيير الواقع وتغيير الحقيقه، وباللي هو عمله وانتصر على المرض وادى امل لكل مصابي السرطان في العالم ان هم يقدروا يقاوموا السرطان، ويقدر ياخد من التجربه دي نموذج ان هو يمنح الامل والطاقه الايجابيه للعالم كله. المؤتمر الذي حضره اعلاميون وفنانون وذوي الهمم اكد ان هذه التجربه نجحت في اعاده روح الامل والتحدي لدى الكثير من المرضى، وهي نموذجا للتفاؤل والنجاح. ده بيبدل حياه، يعني ممكن حد يبقى فقد الامل في الحياه ويبدل، فده اللي انور بيعمله. انور مش بس بيعمل لمرضى السرطان، بيعمل لكل بني ادم محتاج امل، وهو الكامبين بتاعته هوب. السرطان ده زيه زي اي ظروف صعبه، ويمكن هو اولا ربنا ما بيختبرش غير الاقوياء، وربنا لما بيختبر حد بيبقى عارف ان هو قد الاختبار، فلازم دايما تكون قد اختبار ربنا ليك. هتحس بكتير قوي 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 لما تتحدى الالم ده. تنطلق فعاليات المؤتمر الذي تزامن معه انطلاق حملة حامل الأمل من مصر إلى 14 دولة حول العالم، وتستهدف أكثر من 2 مليون شخص ممن يعانون من مرض السرطان. منوح الأمل أول مبادرة على مستوى العالم جاءت لتنشر روح التفاؤل وعدم الاستسلام لأي مرض، وتؤكد في الوقت نفسه على قدرة المريض على تحدي كل صعب. محمد الخطيب، النيل. تتواصل فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي شملت عددا من التكريمات والجوائز لأكثر من 63 دولة وسط حضور مصري وعالمي من الفنانين.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، أقدم وأعرق مهرجان في الشرق الأوسط، بدأت فعالياته في دار الأوبرا المصرية. أكثر من 98 فيلم من 63 دولة يشاركون في المهرجان، ينافسون على جوائز مختلفة. دار الأوبرا المصرية شهدت حفل الافتتاح والذي يحمل الكثير من التكريمات والجوائز. جائزة الهرم الذهبي، جائزة العمر، ذهبت للفنانة نيلي عن مسيرتها الفنية، حيث قدمت أكثر من 120 عمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. جائزة فاتن حمامة للتميز كانت من نصيب الفنان الكبير كريم عبد العزيز، الذي استطاع تحقيق المعادلة الصعبة والجمع ما بين الموهبة وحب الجمهور. في شك ان المهرجان يعني في جديد، قدم حاجات جديدة وقدر ان هو يروح في حتت يمكن ما كانش يروح فيها قبل كده، لان المهرجان كان زمان مجرد بالرغم من اهميته الشديده وتاريخه العريق، يعني الا انه كان بيلعب دور مهم جدا ان هو يقدم سينما مختلفه للجمهور، لكن المهرجانات اللي بين دول دورها ان هي تعمل حاجه اكتر من كده، كمان انها تبقى بتلعب دور في دعم الصناعه نفسها ودعم الصناع ودعم المشاريع والمخرجين والمنتجين السينما المستقله العربيه او المحليه، وده الجديد اللي قدر يقدمه المهرجان في الفترة الأخيرة، يعني من خلال الدورات الأربعة الأخيرة. فترات السينما المصرية ضمت فنانين من كل العالم جوه صناعة. وامتدت فعاليات المهرجان لتشمل عرض الفيلمين فيلم بلوغ وهو الفيلم السعودي والذي ينافس في المسابقة، وفيلم بنات عبد الرحمن وهو الفيلم الأردني. والله ما عنديش توقعات، أنا عندي طموح، طموح يا رب يا رب يا رب النهاردة أن احنا نعرض والناس تسقف وتحب الفيلم ويلمسهم ويحسوا أن في حاجة هم عرفوا يتواصلوا معاها، يعني ده كل طموحي. طبعا أسبوع نقاد السينما العربية يشارك مجموعة كبيرة من الأفلام تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المنطلق كان يذهلي فما فكرة رئيسية ترجع، وهي فقدان السند العائلي في العائلات اللي تفقد الولد متاعها اللي معناتها يذهب إلى طريق الهجرة الغير شرعية. تيري فريمو رئيس مهرجان كان الدولي تم تكريمه خلال الافتتاح. Official Competition أو المسابقة الرسمية، فيلم سينمائي تم عرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل الافتتاح، بطولة أنطونيو بانديراس ونيولوبي كروز. وتدعم الدولة المصرية المهرجان، وهو ما أكدت عليه وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم خلال حفل التكريم، مؤكدة أن مصر هي أقدم دولة في الإنتاج السينمائي. تلاقت مصر بالسينما في الوقت الذي بدأت فيه السينما في العالم، وها هي تحتفل بالسينما على لغتها الخاصة من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي خرج من رحم الجمعية المصرية للكتاب والنقاد عام 1976 ليبلغ من العمر 43 عاما، 43 عاما من الإبداع، 43 عاما من تقديم كل ما هو جديد للسينما العربية والدولية والمصرية. وفي ختام نشاطنا هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة. وزير الدفاع يلتقي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض التهديدات التي قد تواجه الأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة. الداخلية السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد. وبختام عناوين الأخبار مشاهدينا الكرام، نصل لختام نشرتنا الإخبارية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.